السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتكلم عن الهيل. الهيل من فوائد الهيل، يمكن أغلب الناس ما عندهم إلمام بهالمعلومة. الهيل يعالج حموضة المعدة، سوء الهضم، يعالج سلس البول، يقتل الديدان المعوية. طريقة استخدامه: ملعقة صغيرة من مطحون الهيل بكوب مي مغلي ونغطي حتى يبرد ونحليه، نشرب بعد كل وجبة. هنا راح يعالج لنا حموضة المعدة وسلس البول، وكذلك يكون فاتح للشهية. بالنسبة للأطفال نفس الطريقة هذه، بس نعطيهم نص قدح للعدهم سلس بول، نص قدح نعطيه قبل النوم ب3 ساعات. بالنسبة للي عندهم ديدان، لا، قدح قبل كل وجبة بنص ساعة. الإكثار من عنده يسبب مغص وقرحة. إذا أنت لك حق باليوم تستخدم 15 حباية من الهيل في ساعات متفرقة، يعني كل ساعة تقدر تاخذ لك حباية، لا تكثر من عنده حتى ما يأذيك ويسبب لك مضار صحية. ورمضان كريم عليكم إن شاء الله.